بكران، أنت نفسك في الواقع اتهمت أحد زعماء الأحزاب المغربية في حينه بأنه يتاجر بالغبرة كما تسمونها أو المخدرات، وبأنه يستخدم هذا المال لشراء الأصوات. هل يستدعي هذا أيضا تحقيقا؟ هذا غير صحيح. أنا لم أتهم أي شخص بشراء ببيع الغبرة ولا الحشيش ولا المخدرات. هنالك صريح تلفزيوني لزعيم حزب سياسي آخر عن هذا الشخص الذي ليس هو زعيم الحزب السياسي، هو نائب أميره العام، بأنه كان يبتز يعني تجار المخدرات. هذا سؤال مطروح من زعيم لزعيم، أنا لا علاقة لي بالموضوع. هل هذا الموضوع يحتاج إلى تحقيق؟ لا، خليني أتم. هذا الموضوع أنا سألتهم سياسيا، سألتهما سياسيا، وألححت في السؤال، وأزعجتهما بالسؤال. هل هذا الكلام صحيح؟ إذا كان صحيحا، إذا كان ادعاء الشخص الأول صحيحا جيد، إذا لم يكن جيد فليتراجع، ما تراجع إلى الآن. وسألت الشخص الثاني هل هذا الكلام الذي اتهم به يعني صحيح؟ إن كان صحيحا هو كذلك، إن لم يكن صحيحا فليكذب. لم يكذب، أنا لم أطلب التكذيب، لم أطلب المحاكمة ولا شيء، طلبت فقط أن يكذب، لم يكذب لحد الآن. قضية المتابعة القضائية أنا شخصيا ليست لي بها علاقة، هذه قضية مرتبطة بوزارة العدل ومرتبطة بالوكيل العام.